هبدأ بأول حاجة، أنا عايز بس في تنظيمة كده. لما تخش المطبخ وعندك هتعملي أكلة سمك لازم تنظمي الحاجة اللي بتاخد وقت كبير في السوا وتحطيها وتخلصي منها في الفرن أو على النار عشان تكسبي وقتك. يجي المغرب يأذن يكون الأكل كله جاهز ومظبطة حالك كده ومظبطة سفرتك وزي الفل. حلو الكلام؟ هنبدأ بأول حاجة صينية القاروص اللي بالبطاطس. مقاديرها على الشاشة. صينية معانا سمكة القاروص مقطعينها ومجزلينها، معانا كرفس عروق الكرفس، ومعانا توم، ومعانا بصل، ومعانا بطاطس متقطعة شرايح، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وزبده طبعا طريه، ومعلقه مستردة. هي دي المقادير، مفيش حاجه غير كده. كريمه لباني ده اختياري، انا اعملها بالكريمه اللباني لان انا بعشق البطاطس لما بتتعمل مع السمك والكريمه اللباني. البعض بيحبها حمراء، ممكن نعملها حمراء، بس خلونا نشارك الكريمه اللباني في الطبق ده هيعجبكم قوي على فكره. اول حاجه بتبل السمكه بالشكل ده كده. ده سمكه الارز بتبلها. التتبيله بتاعتها يا عم الشيف، وتديها الصدمه الناريه عشان كله يستوي مع بعضه، ما بقاش قاعد باكل الاقي السمك مستوي والبطاطس مش مستوية، ألاقي البطاطس مستوية والسمك مستوي وهكذا. فتعالوا نشوف هنعمل إيه مع بعض. شوية البهارات بتوعنا بينزلوا على السمكة كده، شوية كاري أو كركم، شوية توم زي الفل، ده توم طازة. حلو الكلام. معانا معلقة مستردة عشان المزيج ده كله مع بعضه، شوية الملح وشوية الفلفل. تبلت السمكة، معايا طاسة بتسخن على النار فيها معلقتين من الزيت ومكعبين من الزبدة. ادي الملح وادي الزبدة، شايفين السمك بياخد صدمة نارية كده حلوة بالتتبيلة الحلوة دي كده، وبنحضره. حلو. واغطي الحلة دي او الطاسة اللي معايا دي، دي اول خطوة. حلو. انا عايز السمك يستوي بسرعة، مش عايز احط الصينية في قلب الفرن تقعد لها ساعة وساعتين السمك ينشف والبطاطس تنشف وفي الاخر ما الاقيش حاجة اكلها. في قلب الطاسه كده وتسيبهم يتحمر شويه. هنجيب الصينيه اللي هندخلها الفرن. حلو قوي. دي الصينيه اللي هتخش الفرن. هنعمل فيها ايه؟ معانا البطاطس قشرناها، والطبيعي بعد ما تقشر البطاطس تحطها في ميه عشان ما تسودش، وكمان تقطعيها شرايح. هناخد البطاطس دي نرصها رصه حلوه كده في قلب الصينيه، لان احنا هنقدم الاكله بتاعتنا في نفس الصينيه، فلازم انت تركزي ان يكون الطبق كمان شكله حلو. بالشكل ده كده. انا برص البطاطس كده بالشكل ده كده، دي الارضيه. حلو الكلام. وهعمل ايه بقى التركايه هنا؟ بص على الموضوع هنا. معايا الحله دي دايما صديقتي على طول معايا في البرنامج، بيكون فيها ميه بتغلي، مره شوربه لحمه، مره شوربه فراخ، النهارده هي شوربه سمك. طب شوربه السمك جت منين؟ الراس بتاعت السمكه الكبيره اللي معانا خدناها كسرناها مع الديل بتاعها. هنستاذن فرسان التلفزيون المصري الاساتذه المصورين اللي بوجه لهم تحيه كبيره، ونبص عليها كده. وفيها كمان الكفر بتاع الكابوريا، الكابوريا اللي انا شلت الكفر بتاعها عشان ادخلها في الشوربه اهو في قلب الحله دي. ده بالنسبه لي انا الذهب بتاعي، دي عجباني. او بعد كرفس مع شويه بهارات بتغلي كده بقالها كتير من بدري. حلو الكلام. هنعمل ايه؟ هناخد شويه شوربه. حلو. من الشوربه دي يا عم الشيف، ونحطها على الكسروله بتاعتي واحنا شغالين كده اهو. دي شوربه اهيت اهي، وناخد الشوربه دي يا عم الشيف كده. وخلي بالك لازم تشيل المصفى عشان وارد ان فيه شوك صغير يجي، وطبعا هنا في امان، في اطفال هياكلوا من الصينيه ديت، فاحنا عارفين طالما هي بالكريمه يعني ما فيهاش حسك اللي هو الشوك. شايفه الشوربه نازله بيضه ازاي؟ اهي البياض الحلو ده كده اهو. والشوربه تنزل مغليه على البطاطس، بتحلها شويه. حلو. بس خلاص نشيل الصينيه دي كده من هنا اهو، ونبص على السمكه بتاعتنا اخبارها ايه، لونها اتغير بالتاكيد. نشيل ده كده، الموضوع سهل خالص. انا مش بقول لك لازم تاكلي اكله السمك بره، لا، انت تاكلها في البيت، معاك شيف شاطر يعلمك ازاي تعملي السمك احسن من بره مليون مره. ليه؟ انا مع ان اكله السمك لما نعملها في البيت بنعرف نوعيه السمك، الزيت المستخدم في قلي السمك، مش معناته ان المطاعم اكلها مش كويس، لا، انا احب دايما، انا شخصيا اهوت انا احب اكل السمك في البيت. اهو شايفين السمكه هنا بدات تستوي اهي زي الفل. ناخد السمك ده نرصه هنا كده. الله. الشوربه بتاعت السمكه في ارضيتها سبقتها، اللي هي الراس مع الديل مع الزعانف كلها مع بعضيها، ودي حاجه يعني افتكاسه حلوه يعني. معانا البهريز اللي نزل من السمكه، بس الخطوات دي مهمه جدا. بناخد الكرفس بتاعنا الحلو ده كده، العروق الكرفس اهيت موجوده معانا، بنقطعها ناعم بالسكينه.
حلو. الطاسه دي الحاجات اللي فيها دي مهمه جدا. اهو الكرفس ده هو اللي بيعلي السي فود، والكرفس ملك السي فود، غير الكزبره غير البقدونس. ناخد الكرفس ده كده. حلو قوي زي الفل. تمام. عصره ليمون يا عم الشيف بالشكل ده كده. الموضوع ده مهم جدا. معلقه دي يا عم الشيف صغيره عشان تديني قوام، والصوص بتاعي يبقى لطيف وحلو. ونقلب دول مع بعض كده سريعا بمعلقه، وخلصت السمك. هتدخلها دلوقتي في الفرن وننساها بقى شويه. شفت القوام ده كده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ البهارات اللي انا متبل بيها السمكه من شويه. نرجع لصديقتي. حله. الشوربه دي تنزل عليها كده. اللهم صل على النبي. هشيل الحاجات دي من هنا، نوسع لنفسنا اول باول. مطبخك مع اكله السمك لازم يكون رايق. شايفين الشويه الحلوين دول اللي في قلب الطاسه؟ ننزل بالكريمه اللباني اهي. يا ويلي يا ويلي يا شيف، يا ويلي يا شيف، يا ويلي على الطبخه دي. والصينيه بتاعتي زي الفل مستسلمه، فيها بطاطس فيها السمك. جاهزه. ونرص شويه بطاطس هنا بالشكل ده كده. بطاطس تتقطع شرايح كانك بتقطعها شيبسي عشان ما تاخدش وقت كتير في السوا. انا بعشق البطاطس اللي مع السمكه. وناخد البهريز اللي معانا ده كده، السر هنا في الطاسه، وجيب ده الخلاصه. ناخد ده كله يا عم الشيف. على فين؟ على فين؟ هنا اهو، على وش السمكه. يا ويلي، الله يسامحك. درجه حراره الفرن عندي 180، نغطيها ولا ما نغطاش؟ السؤال هنا هو ده. الله عليك، الله عليك، تعال اشتغل مكاني. حلو. الصينيه هنا في الفرن، طب قول لي دي مكانها فين بقى؟ الله عليك، لا تتحط في ارضيه الفرن، عايزين نار مباشره. المخرج بيقول لي فوق طبعا. دي عايزه نار مباشره علشان تغلي وتتكتك معانا بدون ما نغطيها. زي ما هي كده. اخدت من الطايمه دي تقريبا بتاعنا ما تكملش 15 دقيقه تقريبا. حلو. نطلع صينيه السمك بتاعتنا. يلا اللهم صل على النبي. مكانها هنا حلو. يلا. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ صلي على الحبيب قلبك يطيب. صينيه سمك القاروص مستويه بالبطاطس، وصورني معاها يا فاروق. ايه رايك؟ استاهل ولا ما استاهلش؟ اديني واحد.